ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة بتزامن مع أجواء مستقرة في عموم المناطق. التفاصيل بعد قليل. أسعد أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم استمرت درجات الحرارة أقل من معدلاته مثل هذا الوقت من العام. استمرت تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة ودرجات الحرارة كانت باردة نسبيا إلى باردة في بعض المناطق خاصة خلال ساعات الليل، لكن اعتبارا من يوم السبت سترتفع درجات الحرارة تدريجيا لتعود وتصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام خلال يومي السبت والأحد، وتصبح أعلى من معدلاتها يوم الاثنين باستثناء المنطقة الشمالية التي يتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن تعود وتتأثر بكتلة هوائية باردة جديدة. نستعرض الآن وإياكم هذه الخريطة لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع القادم. يوم الجمعة استمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة في المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى وأجزاء من الربع الخالي، في حين بدأت درجات الحرارة ترتفع في المنطقة الغربية. يوم السبت بإذن الله ترتفع درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة لتعود وتصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشرقية والوسطى والغربية أيضا، لكن تستمر أقل بقليل من معدلاتها في المنطقة الشمالية. يوم الأحد بإذن الله المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة في المنطقة الوسطى والشرقية لتصبح أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، لكن تعود وتنخفض في المنطقة الشمالية مع بدء تأثرها بكتلة هوائية باردة جديدة اعتبارا من ساعات نهار يوم الأحد وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، تسود أجواء صافية مع 12 درجة مئوية، حرارة مقاسة المحسوسة 10 درجات، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية شرقية خفيفة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم السبت 27 إلى 16، يوم الأحد 31 إلى 19، ويوم الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة 32 إلى 21 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم السبت، نبدأها من المنطقة الشمالية، سكاكا 24 إلى 12، عرعر 23 إلى 10، وتبوك 26 إلى 12 درجة مئوية. المنطقة الغربية الطائف زخاتر عديدة من الأمطار 25 إلى 17، مكة المكرمة فرصة لبعض زخات من الأمطار 34 إلى 23، جدة 31 إلى 23، والمدينة المنورة أجواء صافية 33 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية زخاتر عديدة من الأمطار في الباحة 21 إلى 14، أبها 23 إلى 15، وجازان 31 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 26 إلى 15، حفر الباطن 28 إلى 14، والإحساء 28 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 27 إلى 16، بريدة 29 إلى 17، وحائل 27 إلى 13 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.